شهد العالم في عام 2021 ظروفا استثنائية تلخصت معالمها باستمرار المعركة بين الجائحة والبشرية وتدابير احترازية غيرت شكل وطبيعة الحياة الاعتيادية، لكن ذلك لم يقف عائقا في طريق مركز أبوظبي للغة العربية، حيث كان عاما حافلا بالإنجازات والنشاطات المحلية والدولية بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير ريادة اللغة العربية وتعزيز حضورها وتوسيع رقعة انتشارها على الساحة العالمية. ولأن المقام لا يتسع لتعداد كافة الأحداث والفعاليات، تاليا أبرز محطات المركز في 2021 يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. عام مضى كتبنا فيه سطورا لتعزيز مكانة اللغة العربية، وأعوام آتية سنكمل فيها كتابة فصول الرواية.